يقول بالنسبة لابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، هل يقال بكفرهم لأننا لا نعلم لهم توبة أم يتوقفوا في مثل هؤلاء؟ هذه مسألة تكفير المعين فيها خلاف، ولا شك أن المشركين كلهم كفار، وأن أنهم كلهم في النار. وأما الأفراد فهؤلاء اختلف العلماء فيهم، هل يكفرون بأعيانهم نظرا لما هم عليه، أو يقال لا ندري عن خاتمتهم، الله أعلم بما ختم لهم، ونحن نتوقف. هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.